والاختبارات بالنسبة للسنة الخامسة، وإحنا قلنا ما كاش فروض في الابتدائي، يكون عندهم يعني في نفس المدة تاع الاختبارات ولا يكونوا وحدهم؟ شوف التقويمات الإشهادية نسميوها احنا التقويمات الإشهادية لي زيفالوياسيون سيرتيفيكاتيف، تعطيك إشهاد. عندنا اختبار واحد فقط، ما عندناش فرض للأولى حتى للخامسة ما كاش. حتى أن وزارة التربية عندها الاتجاه أنها تروح تحذف حتى التقويمات هذه لأنها أصبحت عائق. هل النقطة هي التي تؤشر على أن ابننا تحصل على تعلمات تسمح له بمواصلة تعلمه؟ عندها حتى معنى، وهذا إشكال تطرحه جميع المنظومات التربوية العالمية. واحد، بالنسبة لقضية الاستنتاجات، هذه الخلاصات التي يكتبها حتى عندنا ورد إلينا طبيعة الأسئلة كيفاش لازم تكون، احنا نحاربوا الاسترجاع لا ريستيتيوسيون، يعني الخلاصة لا تهم، ولكن في بعض الأحيان الأولياء هم اللي راهم يدفعوا الأساتذة للحرص على الخلاصة. المهم الابن يفهم، خاطر دار تحوس على خلاصة باش تحفظها بعد تعاود ترجع له تعطيك بضاعتكم ردت إليكم. الشيخ بن جلول بشير الخميس الماضي في هذا اليوم الأغر ندعو الله سبحانه عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يجعل الفردوس الأعلى مثواه. بارك الله فيكم، رحمه الله وسكنه وفسح جناته الشمس. شكرا لكم.